قول لي عندك تول زي ار سي، قلت له ار بي سي انفو داش بي ميم للوكال هوست بتاعي، كل السيرفيس دي ار بي سي شغاله عليها وفاتحه لها ان اف اس. طب لو قلت له كده سيرفيس ان اف اس ستيتس، قال لك ده راننج. طيب تعمل دايركتوري ار بي سي انفو داش بي، قلت له ار بي سي انفو هات لي شوف لي البورتس اللي مفتوحه، البورت ما فتحها، البورت ما فتحها. طب يعني في بورت ثانيه بورت ما مش فتحها، البورت دي مش متحكمه في كل السيرفيس. يعني الاتش تي بي الاباتشي له البورت اللي بيحجزه لنفسه، واس اتش حاجز نفسها، في كل سيرفيس حاجز نفسها، بس في البروتوكولز القديمه دي خالص يعني او السيرفيس القديمه دي هي اللي ايه؟ كانت بتحتاج انت مبنيه تحجز لها. طيب تعالى بقى كده اهي يا عم. طيب قلت له بقى كده سيرفيس ان اف ستيتس، قال لي ده از راننج اهي ماشي. طيب تعالى بقى كده يا عم نعمل ايه؟ تعالى نعمل اي شير، هعمل ام كده سميها سلاش ان اف اس داتا. حلو تعالى بعدين هقول سلاش ان اف اس داتا، سميه ملف اسمه ام تي فايل، اي فايل بس كده وخلاص. بعد كده هقول له سلاش اي تي سبورتس، طبعا ده كلاستر، ايه كلاستر ده؟ ال ال سلاش كلاستر، اه ده الهاي برفورمانس كلاستر اللي انا كنت عامله ماشي خلاص. دي منه بس انا مش عارف ايه، بس انا مش فاكر والله. سلاش ان اف اس داتا، وانا هعمل لها شير 192 168 دوت زيرو دوت كام؟ 10 10. لو عايز الشبكه كلها كنت اقول له ايه؟ 0 على 24 خلاص. عايز باسم جهاز واحد ممكن اقول سيرفر 1 دوت اكزامبل دوت كوم، براحتك اللي يعجبك فيهم يعني. كنت تقول له استريك مش تفرق معاك. هعمل لها ماونت يا سيدي ريد اونلي سينكرونس وروت سكواش خلاص. شايف مفيش مسافات 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 مفيش مسافات خلاص. سكيب ذا تورنت كوت سيرفيس ان اف اس ريستارت، سينك نسيت السي هنا ايه ده؟ تمام. طب لو عايز اشوف اعمل اشوف ايه الماونت ده عند السيرفر ده، بص ده حاجه في السكيورتي مشكله جدا. ممكن اقول له لو اشوف السيرفر عند عم شاير ايه شو ماونت داش اي للسيرفر الاي بي بتاعه 192.168.0.200، قال لك ده عامل شاير كلاستر شاير الناس كلها ومشاير ان نفس داتا ال 192.0.0.24. دي على فكره مشكله في سكيورتي فعلا، مشكله في سكيورتي فعلا فعلا، ان كده اي حد في الشبكه دي ممكن يشوف، اي حد في اي حته في الدنيا ممكن يشوف السيرفر ده مشاير ايه ومشاير لمين، يروح على الاي بي ده بقى يعمل سبوفنج ويخش بالاي بي ده مكان مين. يعني ممكن اعمل ايوه طبعا من على جهازك، اعمله على جهازك كده وجرب ماشي. ده كان ده في النفس بس صح؟ ايوه بس ما عادش الصمبا مثلا ما عادش لا مش الكلام ده بقى خلاص. كان ما اقدرش وانا على اي سيرفر لوكال اشوف الماونت اللي هو عامله على السيرفر؟ اه اقدر من غير حتى دي الايه؟ من غير حتى ما اكون داخل ان اف اس، يعني اكون على سيرفر ايوه طبعا لوكالي. حتى لو مش انا لوك اه قلت له شو ماونت ايه وشوف اللي على السيرفر ده بشار ايه. فطبعا دي مصيبه سوداء يعني لحد الان الامر ده شغال عادي. ايوه ماشي. كنت في عندك كمان شويه تيلز بقى زي بورت اف اس داش ار، داش ار بيعمل ريفرش. في عندك كمان داش في بعرض لك الحاجات اعمل لها ماونت بكل الاوبشنز بتاعها بتفصيل ممل شايف.
قال لك انونيمس يوزر اي دي 65534 وانونيمس جروب اي دي 65534. بص عندك كده شايفين؟ ايه ده؟ بيعمل لك برضه كل ايه اللي معمول له ماونت يا عم؟ برضه اللي معمول له ماونت عندك زي شو ماونت داش اي بس ده بقى اكتر تفصيلا يعني. ماشي كده؟ حضرتك ممكن تروح فين؟ اس اس اتش 192.168.0.6 انا ليه مش عارف كونكت عليه؟ طيب كونكت اهو. انا فين دلوقتي؟ في عند المصري؟ في عند المصري. طيب تمام، سامعني في الفيديو بس عشان المساحه. المنطقه السجنال فوق على صح؟ خلاص كده؟ طيب انا كده دلوقتي عند مين؟ ممكن اقول له كده هو ماونت؟ داش اي 192.168.0.200 شفت؟ مع ان انا عندك كلاينت 10 المفروض ما اشوفش الكلام ده. طب تعالى كده ممكن اعمل ماونت بقى؟ كده ان اف اس كلاينت، ده الان اف اس كلاينت. احنا كده خدنا السيرفر، السيرفر كده خلص والحمد لله. كده السيرفر خلص. طب لو انت تاخده ككلاينت بقى كده احنا كفايه ككلاينت دلوقتي. اقول له ماونت داش دي ان اف اس لمين؟ 192.168.0.200 سلاش ان اف اس داتا حطها لي عندي مثلا سلاش ميديا. قلت له ال ال سلاش ميديا كنت عامل امتي فايل هشوفه ولا ايه موجود دلوقتي. بص امتي فايل ظهر. اتاكدت؟ ده بالنسبة لمين؟ بالنسبة للكلاينت. لسه ناقص لك لو انت عايز تعمل ماونت كل مرة تفتح الجهاز سلاش اي تي سي اف ستاب تيجي هنا في الآخر هتقول له ايه؟ تقول له ايه؟ 192.168.0.200 وده نوعه خلاص. لا مش النوع ده المكان تعمل له ماونت فيه المفروض في سلاش ميديا ان اف اس ديفولت. خلصت انت كده ممكن تعمل ام ماونت بقى الاول سلاش ميديا. تعالى نعمل ماونت داش ايه نشوفه قرا مثلا له جديد كويس ولا لا. ال ال سلاش ميديا كل حاجه تمام وزي الفل. بس انا عملت الخطوه دي ليه؟ عشان اتاكد الكونفجريشن بتاعي سي اف ستاب مظبوط. ماشي كده؟ لحد دلوقتي في مشاكل مع الاف ستاب؟ في مشاكل؟ في مشاكل مع ان اف اس؟ كلاينت او سيرفر؟ اسهل سيرفر في الدنيا. ده انت ده اللي انت عملته حتى لما جينا نسطب. ايوه بالظبط. رحت واخد الاسطوانه وحاطط كلها كوبي وعملت لها شير بالان اف اس ورحت على بقيه الاجهزه قلت لهم شدوا بس من السيرفر. صعب الكلام ده؟ طب ما ينفعش الكلام ده في حته ثانيه؟ قصدي مع صندا مثلا مش ما هو احسن. ماشي. مع صندا مثلا؟